كسبت خاتم ذهب، كنت نازل اجيب كيس شيبس واحد عادي بخمسة جنيه كسبت خاتم ذهب، فقررنا نجيب كرتونتين ونشوف ايه الهدايا اللي فيها. تعالوا معايا. مراتي قالت لي عايزه كيس بوزو اللي بيكسب، بوزو اللي هو ابو 5 جنيه. دخلنا السوبر ماركت خرجنا بدول، دخل عشان اجيب كيس شيبس ب 5 جنيه خرجنا بكرتونتين. تعالوا اتفرجوا معايا على الهدايا، بس قبل ما تتفرجوا على الهدايا معايا فعلوا الجرس عشان عيد ميلاد ناصر قرب وفي مفاجأة. بوم بوم بوم، عيد ميلاد ناصر قرب، مش هقول تاني. فعلوا الجرس، وعايز الفيديو ده يوصل لايه؟ 50,000 لايك. هتقدروا ولا لا؟ هتقدروا. يلا نتفرج على الهدايا. اول حاجه دخلنا السوبر ماركت لقينا الكيس ده ايه؟ حاجه كده حلوه كده اللي هو فيه حوالي كيلو ونص كده، فالهديه دي هنسيبها لاخر هديه. انا بص انا مش عايز الكرتونتين بس عايز الكيس ده. الكيس ده حاطط فيه كل املي، بس يا رب تطلع حاجه حلوه ليا انا، مش لناصر او لمراتي. يلا نبدا باول حاجه. طب خليه في جنب بقى. هو في جنب. انا اللي هفتحه. انا واثق فيه، واثق فيه. افتح من هنا. اقطع وخلاص. ايوه كده. اه يا رب. يا رب 50,000 جنيه. 100,000 جنيه. بسم الله. حاجة خفيفة كده بس. اهي اهي. يلا يا عم بقى شوقتني انا. يا رب حاجة ليا، يا رب يا رب حاجة ليا. لا مفيش حاجة للرجالة خالص الحمد لله. خير. مسدس لناصر. ناصر. مسدس مية ده؟ طب ايه؟ مفيش حاجة تانية يا باشا؟ انت عليك تاكل بس، مفيش، هي هدية واحدة. بجد والله؟ اه والله. طب عينه بقى. ده نعمل فيه ايه؟ حطه في تاني في الكرتونة، حطه تاني في الكرتونة. اقفله كده وحطه تاني عشان نعرف ناكله. لا. ناصر، أول هدية ايه؟ اسكت عشان ما يجيش. تفتكر ايه ده؟ يا رب حاجة ليا. خاتم ذهب يا رب. يا رب. ايه لعبة لناصر، لعبة لناصر، لعبة لناصر. طيارة يا ناصر كده. بقى معاك يا ناصر مسدس، وبقى معاك طيارة. مرزق. يا رب. انا حاسس ان الكيس ده فيه حاجات متفرقة. افرح. لعبة لناصر. مفيش حاجة. طب ما اكمله انا بقى. انا دافع 100 جنيه. كل حاجات لناصر. عربية نقل لناصر. يا حبيبي يا ناصر حظك. مفيش لعب السنة دي تاني يا ناصر. لعب عيد ميلاده كلها. احنا جايبين الكرنزيل عشان ناصر. حلاوتكم. طب أي حاجة. طعمه حلو. طب كيس جل، كيس جل بشعري. أنت بتحط الجل أصلا. يا رب حاجة ليا بقى. انا واثق في الكيس ده. هو في ايه؟ في ايه؟ لعبة. لا والله. استنى يا جماعة كده افتح انا. في ايه بجد؟ يا خلاص. يا ناصر. في ناس. ايه دي بقى؟ وريني كده. مش جرار. جرار يلا عشان خاطر بقى ايه بناء البرج يتم. طب هو كله كده ولا ايه النظام؟ انا حاطه امل في الكيس اللي انت راكنه جنبك. حلاوتكم. الله، اقسم بالله الكيس ده. طب خليه في جنب لو سمحت. ده بص بص قد ايه؟ يا رب هديه، يا رب هديه ليا. اكيد دي ليا انا بقى من فور ايفر. سيب دول الاخر كده معانا يا عم. انت كده عشمتني انا بقى. لا ده بقى اتقل من ده. لا هديه من فور ايفر اكيد. هنسيبه للاخر. يا رب خاتم ذهب من. لا ده مش هنسيبه للاخر. لعبه لناصر. شو ايه ده؟ بالونه هيليوم. هيليوم عشان عيد ميلاد ناصر. افتحها كده.
نشوف فعلا هي يا رب يكون حرف ايه واحد او ان. يا لو حرف الواحد لا واحد، رقم بجد واحد عشان بإذن الله رقم واحد. لا ايه، لا هتلاقي عادية ما فيهاش. انت بفتحها كده يا عم، افتح بقى يا عم. اقطع اقطع، شد شدها شد. يا رب. حرف ايه ده؟ كي؟ مفيش حرف حد هنا الكي. كي؟ حرف الكي مفيش كمان. احنا بعيد. كلبة كلبة يا كلبة يا كلبة. هنعملها في عيد ميلاد ناصر. كي كلبة كلبة يا كلبة يا كلبة. بس اللي يحيي. يلا يلا ولا خلاص؟ لا خلاص بقى. الله عليك يا بزيادة، برضو الناصر في عيد ميلاد ناصر. برضو هاكل واحدة. نفتح ولا هما ندوم ندوم ناصر وخلاص؟ ايه لعبة الناصر، لعبة الناصر، وريني كده عربي. مش انا قلت لك الكرتونه هتلاقيها كلها تويز. يعني مثلا انتوا عارفين ان انا يعني ان ناصر معايا ولا انتوا في ايه بالظبط؟ اه وده القدر بيلعب معايا. لو قلت لي عايزين نجيب لعب لناصر السنه دي كلها هرميكي من الشباك. هاكل واحده برضه. بقول لك ايه، خد اللعب انت وناصر وانا هاكل الشيبسي. ما هو انت الغدا ليه؟ هنتغدى شيبسي. امال هنوديه فين؟ هنتغدى بكره شيبسي. يخرج انا وزعك جرين ناس. اكيد ناس اكيد. ده بقى ايه بقى؟ دول هو يفتحوا. هنكمل البناء بقى ان شاء الله. ده يبقى ايه بقى؟ المسطره عشان يبقى مهندس فوريفر ونفوريني ونفوريني ونفوريني. هاتي 50 جنيه. ليه؟ هاتي 50 جنيه. طب وريني بقى. تجيبي 50 جنيه وتاخديها؟ طب وريني. 50 جنيه وتاخديها؟ وريني بس. والله ما بهزر. وريني بقى. 50 جنيه وتاخديها؟ هاخدها وهبيعها. طب هبيعها في المحل عندي. ادي بقى. طب 30 جنيه، آخر حاجة 30 جنيه. يا عم بس وريني. أخصمهم من مصروفك؟ كله إلا مصروفي. طلعت اللون مش حلو. طب افتحها افتحها. الله اسورها. لا وخاتم كمان، اسورها وخاتم. الله افتحها كده. لا ده البطاطا. معلش معلش يا سلمى. ولا الله ايه ده؟ ده في فص واقع اصلا يا يعني ولي. الهديه مش كامله. هتلاقي الفص في الكيس. في الكيس نبقى عادي. عندي شمعه شكلها حلو. طب حطها تاني في الكيس بقى بعد اذنك عشان الفص ما يقعش. هخصم 30 جنيه من مصروفك. طب استنى كده نشوفها تبع ايه دي. مش تبع حاجه، مش تبع شركه حاجه، تبع شركه فاصوليا. يلا اخيرا لقيت حاجه ليا كده بقى. اكمل الفيديو بقى وانا مبسوطه. ايه كده؟ سبعه لناصر وانت واحد. اكمل الفيديو بقى وانا مبسوطه. طب وانا ايه؟ مش هتبسط؟ لا مفيش حاجه ليكم. مش هتفرحوني؟ انتوا عليكم تاكلوا بس الرجاله يعني. استنى بقى، ناصر ايه بيعمل حاجه؟ اسبوعين. ناصر خلاص يا حبيبي. قاعد قاعد محترم. يا رب كده 7-1. يا رب. ايه ايه ده؟ وريني كده. ايه ده؟ مش عارف، ممكن تكون بالونه هيليوم تاني. طب ايه ده هيليوم. بجد؟ بس البتاع اللي هي بتت ايه دي؟ اليونيكورن. يونيكورن ايه؟ طب ما تفتحها افتحها. هو بقول لك بالون اللي هي ماشي. اللي هي بتبقى رسمة حصان. الحصان دي لو كده بقى يبقى عينة. دي بقى الهزينة بقى، دي عيد ميلادها. علشان هي هتعمل عيد ميلادها يونيكورن. اه هي يونيكورن. ايه ده؟ مش واضحة ليه؟ دي مش واضحة. ممكن نملاها هيليوم او نملاها هواء عادي. بس مش ليها شكل. مش هتنفع في عيد ميلاد مصر برضه. اه شغال شغال يا حبيبي. انا برضه هعمل ايه؟ اكل شيبسي. طب حطهم بقى في الكرتونة عشان نفتح التانية ولا لسه؟ اه لسه في كيس اهو. يا رب. انا واثق فيك. وانا كمان واثقة.
يا ريتني ما وثقت فيك، يا ريتني ما وثقت فيك. طب ما كسبنا حالا جرار برضه، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بكل الجرارات؟ كده ناصر 9 وانت 1، كده ناصر 9 وانت 1. ندخل بقى ايه على الكرتونه الثانيه، نجيب دول كده اللي هم الفاضيين. يا رب بقى برضه هيطلع له ناصر، انا عارف كل ده. طبعا دول الكيسين اللي هم ايه فيهم كيلو ونص، انا واثق في الكيسين دول وهنفتحهم في اخر الفيديو. ايه يا ترى مخبيه ايه؟ يا رب بقى اي حاجه. انا واثق فيك. انا خلاص يا ابني، انا يئست من الكلمه دي. ايه افرح افرح. خسرت ال 100 جنيه. دي بقى دي برضه زي لا. افتحها بقى. زيها والله. افتحها بقى. حاجه لا مش زيها بس حاجه قريبه منها. طب افتحها بقى يا عم بقى يا عم. ده الكيس كيلو كيلو. طب افتح يلا. لا احنا لازم نوثق اللحظة. الله. ايه دي؟ ايه دي؟ نحلة. ايه؟ نحلة دي موجودة عند مكسل هنا في متغمر ب 20 جنيه. دي بتعمل ايه دي؟ نحلة بتتعمل على الأرض كده بس مربوطة في البتاع. لمصر يعني. دي بقى ليه؟ أنا اللي ألعب بيها. انا كنت هشتريها المره اللي فاتت بس خفت يقول لي ناصر ده صغير مش عارف يلعب بيها. اتكسفت اقول لك ان انا عايزها ليا انا، فهلعب بيها هنا في الشقه كده. 9-1-1. نركن بقى ده على جنب، ما بينه مفيش في امل خالص. ممكن ايه بقى؟ حاجه صغيره بس حلوه. ايه ده؟ سلكت سنان. بتهزر. ايه دي؟ بتاع اليابسه بتقوم مضروبه بسهم زي السهم اللي هم تقوم استنى كده تقوم مرجعها نبله زي نبله كده. ماشي. بيعلموا العيال على العنف. هنلعب بقى انا وانت. خليك قاعد وروح بص. يا رب يا رب اي حاجه يا رب. ليه يا رب؟ انا كده حاجتين برضو بس هايفين. فين الحاجه الثانيه؟ ليه؟ انت بتقول حاجتين؟ النبله اللي ام اديكي بقى خشك والبتاع التاني. لا دي بتاعتي انا، لعبتي انا دي. تعالى يا ناصر افرح، يا ناصر تعالى افرح يا ناصر. ايه ده؟ عربي. شركة بوزو جايبة لك كل انواع العربيات. هموت. طب ما ينفعش شركة بوزو تجيب لنا عربية حقيقية طيب ولا أي حاجة؟ هنعمل إيه بكل ده؟ أفطس. إيه موتوسيكل ولا إيه؟ مفتاح عربية مرسيدس مثلا. شو؟ ايه؟ اخيرا اخيرا حسيتوا بيا. جابوا لي وصلة تليفون مش تليفوني. النهار ابيض. جابوا لي وصلة يعني هم يجيبوها البتاع اللي هو العريض اللي هو يعني انت. شكرا. ناصر جه يا اختي. بس يا ناصر. هيقلب الدنيا حالا. خسرت ال 50 جنيه. ناصر دي ايه دي بقى؟ اللعبه دي وريني كده. متهيألي دي سلايم دي ولا ايه؟ اللي هي استنى، ده ناصر بيحب الايموشن ده قوي اصلا. بجد والله؟ اه والله. العب بقى انا وهو خلاص، ما انا مش لاقي لعبه دي. ايه الله. خلاص يا عم انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا تافه جدا. دي برضو ليه انا وناصر مش لناصر لوحده. يلا بقى يلا. اهي 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 اهي. يا رب بقى هديه ليا. خديها وخلاص. هو في ايه؟ مش عارف كله لعب. امال بيضحكوا علينا بقى ويقول لك بقى في الحاجات التانية هديت فور ايفر ومش عارف ايه ومش عارف. ما واضح كده ان في حاجه اسمها تويز. الصيغه كلها في دول. اه احنا تيجي نفتحهم خلاص يلا. لا خليهم في اخر الفيديو. بسم الله.
مسدس ميه النار، كميه مسدسات وعربيات مش طبيعيه. ده انا هغرقكم بيه حالا اهو. هناخده نعمل بيه تحدي في عيد الميلاد، تحدي مسدسات الميه. انتظروا الفيديو الجاي. ايه ده هاند فري؟ ايه ده مايك؟ ممتاز مايك. ده ليك اخيرا. الله، قسما بالله لو مايك يبقى احلى هديه يا عم. لا والله بانه مايك. تفتحها كده، افتح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. مش مفهوم. مايك والله، والله مايك، قسما مايك. كيف؟ بص خدوا مني كل حاجه بس ادوني المايك. انا كده مروح. طب انا اكمل انا بقى كده جبر. ايه اكمل انا بقى؟ شكرا بزياده. قول لهم بقى شكرا بقى. شكرا بزياده. شكرا شكرا شكرا. انا كنت حالا هطلع اقول ان انتوا شركه وحشه، بس بعد المايك ده كميه عربيه. هو المايك جايب عندك ولا ده لسه فيديو جاي؟ هنعمل في الفيديوهات الجايه وصوت بقى هيبقى قد كده اهو. الله، والله ما عايز حاجه تاني، بس عايز شيبسي. رينج لايت بقى بالمره. في اه في واحده صغيره حاجه بقى ليا بقى تفرحني بقى. ناصر حبيبي، عربيه موتوسيكل. الحمد لله. لعب لناصر تكفيه. والله انا هفطس السنه الجايه اللي بعدها، هفطس ضحك. يا نهار ابيض، ده الناصر لحد ما يكبر كمان. عبد الله في مسدس جنبك بتاع كور، انت ما ركزتش فيه على فكره. اه ده بتاع كور اللي هو تحط الكوره وتضرب. اول واحد برضه كان مسدس وتضرب في وش اي حد اللي يغيظك اضربه. بالله لك كسحكوا حالا انتوا وناصر. وانا مالي، ومسدس ميه كوره وميه وبالنبله في الاخر. الفيديو الجاي بقى ايه؟ تحدي مسدسات الميه. ايه ده؟ في ايه دي؟ ايه دي؟ دبور. اه انا زهقت. دبور جبت منين الكلمه دي؟ ايه دي اللي هي بتنور؟ ما هي ده اسمها دبور، كنا بنقول عليه واحنا صغيرين دبور. تشي 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 تشي. ايه يا دبور يعني؟ حلاوتك يا ناصر. لا هنلعب بقى برضه. بسرعه 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 قبل ما ناصر يجي. خلاص خلصت كده؟ خلصت. طب عين بقى الكياس عشان نفتح دول برواقه قبل ما ناصر يجي. خلصنا كده، خلصنا. ناصر تعالى خد لعب كتير، اديله لعبه اديله لعبه. ندخل. طب حطها في جنب بقى لو سمحت عشان دول عايزين روقان. المفاجأة اللي انا مستنيها. افتح بقى. ده ولا ده الاول؟ اي واحد اليمين. تبدا انا واحد فيهم. استنى لا هات اما اشوف. لا تبدا انا واحد فيهم. طب امسكهم اهو. ده ولا ده؟ لا شمال. هو انا الناحيه دي يمين. اه نفتح الشمال الاول. بسم الله. هيه. وانا اللي عمال اقول مستنيه مستنيه مستنيه. طلع نحلة ب 20 جنيه، هلعب بيها مرتين. اتكسفت اقول لك عايز العب بالنحلة، والله كنت عايز اشتريها منك عشان العب بيها في البيت بس. ابوظ لك الفيديو والله. هلعب بيها مرتين، والله اتكسفت اقول لك عايز العب بيها بس، ربنا ما حرمنيش من حاجة أنا عايزها. أنا تافه جدا فعشان كده كنت الحمد لله يا رب. يا ناصر. يلا بسرعة. أنا مشغل لك أغاني ومدلعك جوه. يلا صدمة كبيرة. ايه؟ لا ازعل. هتزعلي؟ ايه؟ لا بجد هتزعلي والله. يا عم هي عوامة الناصر بجد، ربنا عوامة. لا انا اللي عمال اقول سلسلة عوامة. اللي هي بتاعت الايد. اه كل حاجة النظر ما روحي. حرام. ايه الأغنية؟ مش الأغنية عشان اتطفت فعشان كده زعلان.
بما اننا رايحين مرسى مطروح قريب فده هتنفع ناصر. افتحها ولا خلاص؟ اهي. الله الله، هتبقى احسن من العمى الثانيه اللي هي البطه. انا مصدوم. هجيب لك بكره كرتونه ثانيه عشان ندور، نفضل وراهم لحد ما يعني ندفع مليون جنيه عشان لحد ما نجيب لك سلسله او اي حاجه ليكي باليوم و20 جنيه دي. طب وليه يعني؟ طب احنا ممكن ندفع. روح اشتريها مثلا يعني، والزوج اللي بيفرح مراته ورزق برضه بالراحة. بس كله الناصر، كله الناصر. لسه بتصوري؟ فاكر انا بهزر يعني عشان ما تفكروش ان انا تافه. بص يا جماعه، كله عربيات وموتوسيكلات بس يعني. تفتكر ال 100 جنيه يعني السال 100 جنيه والحاجات دي احنا صرفناها ولا مش باين الصرف؟ مش عارفه، هم يردوا. يا جماعه انتوا شايفين ان الحاجات دي تستاهل ال 100 جنيه اللي احنا دفعناهم ولا لا؟ مش هتطلع معايا برضه. فيديو بتاع ناصر او عيد ميلاد ناصر قرب، هيبقى مفاجاه، انتظروا اقوى مفاجاه، وكله يعمل تفعيل الجرس عشان في مفاجأة. واشتراك. بوم بوم. طبعا اللي بيتفرج لازم يعمل اشتراك عشان ما ازعلش معاكم. من الاخر، تعمل تفعيل الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل في مفاجأة، في مفاجأة لاول كومنت، في مفاجأة جميلة جدا لاول كومنت هيعمل، واول كومنت هياخد لايكات. يا زنان.